إذا أصريتم على إسقاط النظام فسوف تجدون ذلك حقيقة قائمة بالفعل. حينما تقول للبحرانيين توصيات فإن فهمهم يذهب بشكل تلقائي للعلماء والأساتذة الذين قضوا سنين عددا في المشهد الديني والسياسي، بأنكم إذا اعتقدتم أن استخدام القوة واستعراض العضلات واتهام الناس وافتعال المسرحيات وتشويه صورة المواطن وكل المؤامرة الضحاك تعتقدون أنها ستحل مشكلتكم وستوجد استقرارا، فأنا أقول أنكم واهمون. قضوا ولا زالوا حياتهم في ترسيخ وتجدير معاني العزة والكرامة المتفق عليها بين الأديان والأعراف الإنسانية. لذلك فإن استمرارية الحراك لا تزال متقدة، وقد عبر المواطنون عن ذلك المعنى من خلال التأكيد على قيم الثورة ووفائهم للشهداء. فرغم قمع المرتزقة للأهالي في بلدة العكر إلا أنهم لم يتراجعوا عن الاحتجاج واستمروا حتى الليل وفاء للشهداء. وشهدت البلاد القديم احتجاجات غاضبة، ورشقت المرتزقة أهالي البلاد القديم بالغازات الخانقة، وكذلك كان الحال في النويدرات حيث داهمت المرتزقة البلدة بالغازات المسيلة للدموع والرصاص الانشطاري. وكان لأهالي سار وقفة وفاء عبروا عنها من خلال مسيرة طافت بشوارع البلدة، وحمل أهالي المعامير نعوشا رمزية للشهداء الذين قضوا في البحر. ويعبر أهل البحرين بشكل دائم عن سخطهم العميق على العائلة الخليفية، ورغم مرور 7 سنوات على الثورة إلا أن شعاراتها لا زالت تصدح في سماء البحرين.